Hello everyone and welcome to English Trend. هنكمل النهاردة الستوري بتاعتنا The Prisoner of Zenda. كنا بدأنا المرة اللي فاتت وشرحنا Chapter 1 Part 1. النهاردة هنشرح Chapter 1 Part 2. لو ما كنتش اتفرجت على Part 1 اجي اتفرج عليه الأول وبعدين تعالى كمل معانا. كنا نهينا الجزء الأولاني في الشابتر بأن رازندل قال لروز إن هو accepted to be assistant for Sir Jacob، هيساعد أو هيشتغل مع Sir Jacob بعد 6 months، لسه في 6 شهور، وقرر إن هو هيسافر روتانيا علشان يحضر الكورونيشن. هنا بقى بيقول لنا إن رازندل افتكر عمه ويليام لما قال له My uncle William said that No man should ever pass through Paris without spending 24 hours in the city. يعني هو بيفتكر كلمة عم ويليام لما بيقول ان ما ينفعش حد يعدي على باريس وما يقضيش هناك يوم. So in his way to Mauritania he spent a day in Paris. ولازم ناخد بالنا ان هو a day. Only one day. هو يوم واحد بس. And there he met two old friends. قابل اتنين من صحابه القدام. كانوا George Federley and Bertram Bertrand. مين ده ومين ده؟ George Federley كان who worked at the embassy. كان شغال في السفارة. Who worked at the embassy. وأتمنى نعرف الفرق ما بين ده وده. Bertram Bertrand who was a famous journalist in the city. كان صحفي مشهور هناك. قضوا اليوم ده في باريس قاعدين بيتكلموا عن الأحداث والحاجات اللي حصلت في الفترة الأخيرة. بيرتران قاعد يتكلم شوية وقال لرازندل أو قاعد يتكلم مع رازندل عن أنتوان دومبان. قال له إن أنتوان دومبان معروفة بإن هي who was well known for her wealth and ambition. هي مشهورة بإن هي غنية جدا وكمان عندها طموح كبير. وكمان هي موجودة إن هي she was a guest of the Duke of Strelsau. هي ضيفة لدوك أوف استرالسو اللي احنا هنعرف بعد كده إن هو مايكل. وكمان اتكلموا عن مايكل اكتر. فجورج فيزرلي قال ان هو شافه في الامبسي، شافه في السفارة، وقال ان هو he's half brother to the king. هو الاخ الغير شقيق للملك. كمان people say he was his father's favorite son. كمان كان الابن المفضل عند الملك. بعد ما قضوا اليوم ده سوا جورج راح يوصل رازندل للستيشن للمحطة وبوت تاكت، اشتروا التذكرة وكانوا رايحين لدرازدن. رازندل هنا بيقول لنا ان هو ما قالش لجورج هو ناوي يروح فين، يعني هو المفروض هينزل درازدن وبعدين يرجع تاني ياخد another train يروح بي روتانيا، بس هو ما قالش لجورج. وده بيقول لنا I didn't tell him that I was going to روتانيا. ما قالش ان هو هيروح لروتانيا. ليه بقى؟ The news would have gone to Bertram. أكيد الأخبار دي هتروح لبرترام. وما ننساش إن إحنا يسألين إن هو famous journalist. صحفي. So he will write it in newspaper. هيكتب الأخبار دي في الجرانين أو في المجلات. فرازندل ما كانش حابب ده. So he didn't tell him he will go to Rotini. وهم هناك جورج بيقول لرازندل you have an important person to travel with. هو هنا كان يقصد أنتوانيت دومبان لأن هي كمان كانت مسافرة على نفس الترين. ناخد بالنا بس من البوينت هنا إن رازندل شاف أنتوانيت، كان عارف إن هي معاه على الترين، but she didn't saw him. هي ما شافتهوش أو هي ما تعرفوش. بعد ما وصلنا درازدن رازندل بيقول لنا at the station he was surprised. هو اندهش جدا. ليه؟ because the guards stared at him before letting him into the country. كان الحراس قبل ما يخلوه يدخل عادي او يعدي وما بيشوفوا الباسبورت بتاعه كانوا مركزين معه قوي، بيبحلقوا فيه قوي وكانوا مستغربين. طبعا هو ما كانش فاهم هما ليه مستغربين او ما كانش يعرف ايه السبب لده. تمام؟ بعد ما عدى ووصل عرف ان الكورنيشن لسه was to be in 2 days. لسه فضل 2 days على الكورنيشن. طبعا هو كان فاكر ان لسه في 3 weeks زي ما قلنا في الجزء اللي فات. فطالما فضل 2 days هو خلاص
الكورنيشن قربت، فقرر ان هو هيروح يقعد في زندا. ليه؟ علشان all the hotels in the capital city were full، كل الفنادق او كل الاماكن اللي هو ممكن يقعد فيها كانت مليانة، فقرر انه هيروح يقعد في زندا. ايه زندا دي بقى؟ زندا دي احنا الستوري بتاعتنا the prisoner of زندا، اللي بيحصل فيها معظم احداث الستوري. لازم نعرف ال description بتاعها علشان بيجي كتير في الاختيارات ويلخبطنا ما بينها. زندا a small town 80 kilometers from the capital and 10 kilometers from the border. لازم اخد بالي مين ال 80 ومين ال 10. هي 80 kilometers from the capital من استرالسو، لكن 10 بس kilometers from border او من الحدود، فهي كانت اقرب للحدود. اخد بالي من البوينت دي عشان ساعات بيلخبطهم. راح هناك، قرر انه يقعد في ان سمول ان، بيقول عليها حانة او زي فندق صغير كده. كان هناك old woman and her two daughters. ال old woman دي كانت she's not interested in what happened in the capital، ما كانتش بتهتم قوي بالحاجات اللي بتحصل في سترالس والكورونيشن والدنيا دي. but she loved Duke Michael، ولكن هي كانت بتحب Duke Michael. طب what is the reason؟ ليه؟ اشمعنى Duke Michael؟ اشمعنى هي بتحب Duke Michael and she doesn't like the king؟ هي بتقول لنا we all know Duke Michael، كلنا عارفين Duke Michael. he has always lived in Britannia، دايما قاعد معانا في بريطانيا. and cares about people so people like him، هو دايما مهتم بالناس، هو دايما متواجد، الناس عارفاه علشان كده بيحبوه. وقالت لنا على الناحية التانية ان الملك he is stranger and people don't know what he looks like، حتى الناس ما تعرفش شكله، هم ما يعرفوش شكله، ما يعرفوش حاجة عنه. so all people like Duke Michael. وفي وسط كلام ال old women مع women، ومن ضمن كلام ال old women to Rosendal، ان هي قالت له the king is staying in hunting lodge in the forest very near to Zenda، ان الملك قاعد في الهانتنج لوج اللي موجود قريب من زندا، ده مكان مخصص للصيد. وخليكم فاكرين البوينت دي هنحتاجها كمان شويه. لكن رأي الدوتر او هير اولد دوتر كان مختلف عنها، علشان هي قالت I don't like Duke Michael، مش بحب دوك مايكل. I like the king because he has red hair like Rosendal، هي بتحب الملك علشان جات بس انه شعره لونه احمر. وساعتها مامتها قالت لها وانتي عرفتي منين ان شعره لونه احمر؟ فكان ردها ان جوهان قال لها. مين بقى جوهان ده؟ جوهان ده كان السيرفنت او الخادم بتاع دوك مايكل، واللي كان بيدخل في نفس لحظة الكلام ده. وطبعا لما دخل جوهان، جوهان يعرف الملك، شافه قبل كده. جوهان was surprised when he saw Rosendal، اندهش، اتلخبط لما شاف Rosendal. وكمان عمل ايه؟ he took off his hat، رفع الطاقية بتاعته، and stepped back، ورجع خطوة للخلف، اتوتر، اتلخبط. جوهان offered Rudolf to stay at his sister house in the capital city. بعد ما خلاص عرف ان ده انجلش مان وجاي يحضر الكورونيشن، هو بس جاست في شبه بينهم، بس هو didn't mention that، ما قالهوش لرازندل. عرض عليه ان هو ممكن يقعد عند بيت اخته في سترالسو علشان يحضر الكورونيشن، وبالفعل رازندل accepted that، وافق على الكلام ده وكان ناوي عليه بالفعل. طبعا جوان عشان يداري اللخبطه اللي هو عملها دي، قال له sorry sir I didn't expect see any new guests here، انا ما كنتش اتوقع ان انا هشوف اي من الضيوف هنا، علشان يداري في الكلام. وساله have you ever seen our king، هو انت شفت الملك بتاعنا قبل كده؟ فطبعا رازندر رد عليه وقال له ان هو جاي الكورونيشن وناوي يشوفه في الكورونيشن. بعدين تاني يوم بقى the next morning Rudolf decided to walk through the forest to the station، قرر ان هو هيطلع يتمشى شوية في ال forest لحد ما يوصل الستيشن المحطة، ويروح استرالسو زي ما هو قال لنا. وفي وسط المشي بتاعه لما هو تعب Rudolf reached the castle، كان معدي على القلعة. there was a moat، كان فيه هناك خندق مائي، والخندق ده all around it، حوالين الكاسل، and a large mansion، وده المكان اللي بيقعد فيه او المكان اللي مخصص لدوك مايكل.
لما تعب when Rudolf got tired he decided to rest under the tree. قرر ان هو خلاص تعب فهو هيريح شوية تحت الشجرة. بعد ما نام Rosendahl he was dreaming about living in the castle when his voice woke him. نام حلم ان هو عايش في الكاسل لحد ما سمع صوت صحه. لما فتح عينيه لقاهم they were Sept and Fritz. صحى من النوم فتح عينيه لقى اتنين قدامه اللي هما كانوا Sept and Fritz. لما Sept و Fritz شافوه طبعا they were surprised، هما كمان اندهشوا. وكان رأي Sept Sept believed that Rosendahl and the king ان الاتنين looked like identical twins، ان هما مش بس توأم، دول متطابقين شبه بعض في كل حاجة. ولكن لما رازندل قام وحكى لهم شوية عن his skills والحاجات اللي هو كان بيعملها، رازندل كان رأيه ان هما شبه بعض في الشكل بس، لكن مش شبه بعض في ال responsibilities and في ال skills، مش شبه بعض في المسؤوليات ولا شبه بعض في المهارات والحاجات دي، لان الملك بتاعنا ما كانش بيعمل اي حاجة وكان مكبر دماغه زي ما بنقول. وقفوا اتكلموا مع بعض شوية لحد ما جم سمعوا صوت من وراهم، الملك كان بينادي عليهم سابت ان فريدز، لحد ما ظهر قدامهم وشاف رازندل. ساعة لما الاتنين شافوا بعض بيقول لي when the king arrived he gave a loud cry and stood back looking at رازندل. لك ان تتخيل بقى انت واقف وشايف الشبه بتاعك او المثيل بتاعك زي ما بيقولوا واقف وشك، ف صريخة استغراب لحد ما يفهموا ايه السيتويشن اللي هم محطوطين فيه ده او ايه اللي حصل ده. وفي البوينت دي يكون تشابتر 1 خلص، واتمنى ان تكونوا فهمتوه، اتمنى يكون كان سهل عليكم. استنوني في باقي التشابترز، اتمنى تكون مفيدة بالنسبة لكم. ولو الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم don't forget to subscribe my YouTube channel لو بنتفرج على اليوتيوب، لكن لو بنتفرج على الفيسبوك like my page علشان يوصل لكم كل الفيديوز مع بعض. Goodbye.